من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. سيقام معرض للتوظيف واسمه اليوم المفتوح للتوظيف في جامعة الملك فهد للبترول المعادن في الظهران بتاريخ 12/11/2018 حتى 15/11/2018، علما بأن أول يومين لخريجين الجامعة وجامعة أو كلية المجتمع، واليومين الثانيين بيكون مفتوح للعامة حسب الإعلان للذكور، ما شفت مكتوب شيء للإناث. طبعا أكيد بتكون الأولوية للحضور، وعلى فكرة ترى اللي جايين الشركات اللي يبون توظيف ترى هو كبار، يعني مثلا حكومية وشركات أهلية بس كبار، مو بيعني شركات صغار، فلا يفوتكم ولابد من التجربة في الحياة. أدري شو تقول لي يا عم ما أنا قدمت ولا حصل لي، ما يخالف جرب، الحياة والله ما تجي بالسهولة، جرب مرة وثنتين وثلاث.